أين تذهب أموال المنظمات الدولية الإنسانية المخصصة لليمن؟ هل تصل إلى مستحقيها؟ ولماذا تعتمد الأمم المتحدة على وكالات تابعة لميليشيا الحوثي في توزيع المساعدات الإنسانية؟ أهلا بكم. ذكر تقرير حديث عن شبكة CNN أن نحو 16 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى الطعام، وبينما يحاول العالم مساعدتهم عن طريق إرسال مساعدات غذائية، تقوم ميليشيا الحوثي بسرقتها، وأن عشرات الأسر لم تصل لها هذه المساعدات التي تسجلها ميليشيا الحوثي على الورق. ويشير التقرير أيضا إلى عدم حصول المدنيين في بعض المناطق على المساعدات لأسابيع عدة، مضيفا أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ووكالة مساعدات عينها الحوثيون لتوزيع أغذية البرنامج فشلوا في معرفة مصير تلك الأطعمة. هذا الموضوع ليس جديدا، ففي العام الماضي وبحسب ما جاء في التقرير أيضا، فقد اشتكى برنامج الأغذية العالمي من أن ميليشيا الحوثي سرقت نحو 1200 طن من الغذاء من عائلات في العاصمة صنعاء. كما هدد البرنامج مؤخرا بإيقاف نشاطه في اليمن إذا استمرت سياسة الحوثيين بنهجها الحالي. فما مخاطر هذه التصريحات والتي يكشف الستار عن لبهات الفساد؟ وهل سيكشف الستار عن لبهات الفساد الذين ينهبون قوت الجائعين من أفواههم؟ في حين يعاني ملايين اليمنيين أوضاعا بالغة الصعوبة بسبب الحرب، يأتي تأكيد أممي جديد على قيام ميليشيا الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية وتجييرها لمصلحة قياداتها واستخدامها كأداة في حربها على اليمنيين. برنامج الغذاء العالمي قال إن التحدي الأكبر الذي يواجه عمله في اليمن لا يأتي من الحرب المباشرة، بل من الدور المعيق وغير المتعاون لبعض قادة الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. قال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن العاملين في المجال الإنساني في اليمن لم يمنحوا حق الوصول إلى الجياع، كما تم حظر قوافل المساعدات من قبل مسؤولي الميليشيا، بالإضافة إلى تدخلهم في عملية توزيع الأغذية. والأهم والأخطر هو قيام سلطات الحوثيين بوضع عقبات متكررة أمام عملية اختيار المستفيدين من المساعدات، بحيث يتم توجيه المساعدات إلى أناس موالين للجماعة وحرمان بقية اليمنيين. هذا التأكيد الأممي كان مصحوبا بتحذير نهائي بتعليق عملية الإغاثة، وهو ما من شأنه وضع حياة ملايين اليمنيين على المحك، كما يفضح ادعاءات ميليشيا الحوثي التي تتاجر بآلام اليمنيين في إطار مساعيها لتغطية الجريمة الأساسية المتمثلة بإشعالها لهذه الحرب والتركيز على الوضع الإنساني لتخفيف الضغوط عنها من أجل إنهاء الحرب. ليست هذه المرة الأولى، فقد سبق أن أكدت تقارير أممية عمل الحوثيين على نهب المساعدات وتحويلها لصالح تمويل حربهم. وفي حين يبدو أن ذلك سلوكا دائما من الميليشيا، لا يبدو أن المنظمات الأممية تعمل على الحد من هذه الانتهاكات أو مواجهتها فعليا من خلال الآليات السياسية التابعة للمجتمع الدولي. وحين تتخذ إجراء فإنها تهدد بمعاقبة جميع اليمنيين من خلال قطع هذه المساعدات عنهم. الحكومة اليمنية دعت الأمم المتحدة إلى إجراءات تصحيحية شاملة لآلية عمل منظمات الإغاثة، ولكن يبدو أن خيارا مثل هذا سيبقى مطلبا بعيد المنال بعدما كشفه ناشطون من فساد واستغلال في عمل هذه المنظمات ذاتها. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الإصطناعية الصحفي خليل المليكي من مأرب، وسينضم معه آخرون. إذن مساء الخير أستاذ خليل. مساء النور أستاذ آسيا، وأهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ خليل. إذن تقرير جديد لسي إن إن كشف نهب ميليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية. التقرير قال في جزء من نصه: يبذل الحوثيون قصارى جهدهم لسحر الأجانب، إلا أنهم قساة متوحشون تجاه اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. كيف تتابع ذلك؟ نعم، التقرير هذا قد سبقه بيان من منظمة الغذاء العالمي قبل فترة، اتهمت فيه الحوثيين ببيع المساعدة الإنسانية في محافظة إبو غيرها من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية. ووعد برنامج الغذاء العالمي فتح تحقيق
لهذا الحدث الذي حصل، لكن لم يحدث أي شيء مما قاله الغذاء العالمي في بيانه السابق. اليوم التحقيق الذي فتحته وكالة CNN فضح كل تلك الألاعيب التي تقوم بها الميليشيا الحوثية وتقوم ببيع المساعدات الإنسانية بشكل كبير، بل وكذلك تتحكم بقائمة المستفيدين، فهي تقوم بإدراج أسماء يعني إما وهمية وإما تابعين لهذه الميليشيا وإما لمقاتليها كما ذكرت التحقيق التابع لوكالة CNN. اليوم يعني الميليشيا الحوثية تمنع أي منظمة دولية من أن تراقب التوزيع أو تراقب أي قوائم من قوائم المستفيدين أو يكون لها وجود على أرض الواقع أثناء التوزيع وأثناء العمل، مما يدل على أن الميليشيا الحوثية تتاجر بهذا الشيء، تتاجر بأوجاع اليمنيين، تتاجر بمعاناتهم. اليوم على الأمم المتحدة أن تضغط على أيها أن تكون شفافة في هذا المجال، في هذا الملف، خاصة وأنها قبل فترة اتهمت الميليشيا الحوثية ببيع ما يقارب أو بتحويل ما يقارب 1200 طن من الأغذية لناس تابعين لها، دليل على أن الميليشيا أو دليل على أن هذه المنظمات الدولية قالت حولتها ولم تقل سرقتها، وبالأحرى أن تقول سرقت هذه من أفواه الجائعين وقامت ببيعها وقامت بتوزيعها على من ينتمون إلى هذه الجماعة. اليوم الأمم المتحدة أمام محك، عليها أن تفصح، إما أن تكون صادقة مع الشعب اليمني وإما أنها تتلاعب كما يتلاعب الحوثيين بهذه المساعدة. نعم، هل تتوقع يعني أن منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن الإنسانية، سواء منظمة الأغذية العالمية أو غيرها، هي منظمات يعني مشتركة مع الحوثيين في هذا الفساد، خاصة يعني منذ 4 سنوات ونحن نعلم ما الذي يحدث لكل هذه المساعدات، نعلم ما الذي يحدث في ميناء الحديدة، المخازن والمطاحن أيضا هناك، لماذا صمتت 4 سنوات منذ بداية الحرب وتحدثت الآن؟ نعم، كما ذكر تقرير CNN أن هناك يعني علاقة جيدة تربط قيادات من الميليشيا الحوثية مع المنظمات هذه التابعة للأمم المتحدة، بل مع ناس من أو مع أفراد من الأمم المتحدة نفسها. هناك علاقة تربط هذه قيادات من الميليشيا مع هذه المنظمات. لا يمكن أن يحدث هذا الشيء ولا يمكن أن يحدث هذا التلاعب إلا هناك فائدة لمن يقومون على هذه المنظمات، إما من الأطراف اليمنية الذين هم موظفي تبع الأمم المتحدة أو مع تلك القيادات التابعة للأمم المتحدة مباشرة. هناك تلاعب كبير جدا، هناك بيع كبير جدا، هناك إفساد لكثير من المواد الغذائية وتوقيفها في أماكن من قبل الميليشيا الحوثية، دليل على أن هناك تواطؤ من قبل هذه المنظمات مع الميليشيا الحوثية، وإلا لن يحدث هذا الشيء، وإذا حدث سيحدث مرة أو مرتين ولن يحدث ولن يتكرر بهذا الشكل، وما يتكرر بهذا الشكل إلا لأن هناك فائدة تعود على هؤلاء القائمين على هذه المنظمات، وهذا التلاعب دليل على ذلك. نعم، إذن أنا أتذكر أستاذ خليل أنه يعني وفي العام الأول من الحرب تواصلنا مع منظمة الأغذية العالمية والتي حاولت إيصال شحنات لتعز المحاصرة آنذاك، دخلت شحنة الأغذية لجماعة الحوثيين ولم تدخل لجماعة الشرعية، وحين كنا على تواصل يومي معهم هل استطعتم إدخال الشحنة؟ طبعا ضجت منظمة الأغذية العالمية تلك الفترة بأن التحالف أوقف 10 أيام لفحص ما بحوزتها وأن التحالف يمنع قوت اليمنيين وما إلى ذلك. ما إن وصلت إلى تعز ونحن نتابع، هل استطعتم إدخالها؟ في نهاية المطاف أتواصل أنا شخصيا مع مسؤولة الأغذية العالمية وأخبرتني أنهم لم يتمكنوا من إدخالها وأن الحوثيين سيطروا عليها. قلت لها إذن اظهري معنا وتحدثي بذلك، قالت لا نستطيع لأنهم قد يمنعونا من العمل في الميدان. هل هذا مبرر لمنظمات تعمل في الميدان فعلا أنها تخشى من مواصلة العمل، أم أنها تخشى على نفسها بأنها لن تستطيع متابعة عملها هناك وجني هذه الأرباح التي اكتشفناها هذه السنة؟
نعم، هذا الخوف من قبل المسؤولين في الأمم المتحدة هو خوف على الفوائد التي تعود إليهم، لأنهم ليسوا الممولين أصلا لهذه المساعدات. معروف من يمول هذه المساعدات، تقوم بعض دول الخليج والدول المانحة بدعم هذه المساعدات عبر منظمة الأمم المتحدة، فهؤلاء القائمين على هذه المنظمات لن يعني يخسروا شيء بالمعنى الحقيقي، لن يخسروا شيء من جيوبهم كما يقولون، وإنما هو يعني مساعدة مساعدات قدمت من قبل دول فتقوم بالتلاعب من قبلها. فالمشكلة هو أن هناك علاقة مع هذه الميليشيا، لا نعرف مدى هذه العلاقة ولا نعرف لماذا الإصرار من قبل منظمات الأمم المتحدة على العمل مع هذه الميليشيا وعدم تواجدها في مناطق الشرعية. قبل أيام صرح مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة مأرب بأن هناك 31 مخيم في محافظة مأرب لم تأتي إليه المنظمات الدولية، وإن أتت تأتي فرادى وتأتي بشكل بسيط جدا، ولم تفتح مكاتبها لا في العاصمة المؤقتة عدن ولا في المحافظة المحررة الآمنة. يعني يدل أن هناك تواطؤ من قبل هذه المنظمات مع الميليشيا الحوثية. كذلك تقوم الآن الميليشيا حسب الرسالة التي وجهها وزير الإدارة المحلية لمنظمة الأمم المتحدة أو لمسؤولة الملف الإنساني في الأمم المتحدة، أن هناك ما يقارب 80 شاحنة في محافظة إبلها ما يقارب شهرين محجوزة من قبل الميليشيا الحوثية، فيها مواد زراعية، فيها كذلك أدوات طبية أو معدات طبية لمرضى الكلى شهرين. يعني تخيلي معي أن تكون هذه الأغذية لها شهرين ومحجوزة في الشاحنات وتتعرض للرياح وتتعرض للشمس، متى ستصل إلى المحتاجين وكيف ستصل؟ يعني أن هناك تواطؤ من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في التعامل مع الميليشيا الحوثية، وهذا الملف ملف شائك، وعلى الحكومة الشرعية أن تضغط في هذا الملف وأن توجد البديل، لأن الحكومة الشرعية التي تملك التراخيص وهي التي تقوم بترخيص لهذه المنظمات العاملة في اليمن عليها أن تطلب منها تقارير وعليها أن تطلب منها يعني آلية لهذا العمل حتى تصل هذه المساعدات المطلوبة، أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقها. لكن الأمم المتحدة 4 سنوات والناس يموتون يوما بعد آخر، وهذه المنظمات تستثمر جوع اليمنية، تستثمر موتهم يوما بعد آخر. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ خليل أن ينضم معنا همدان العلي، صحفي متخصص في الشؤون المجتمعية عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ همدان. نعم أستاذ همدان، هل تسمعني؟ نعم يبدو أن هناك مشكلة، سأنا أعاود التواصل بك أستاذ همدان. عودة إليك أستاذ خليل. أستاذ خليل، إذن يعني يتضح أن التخوف هو فقط تخوف على المال الذي يتم نهبه أو تقاسمه من خلال ميليشيا الحوثي. يعني برنامج الأغذية العالمي وهو أكبر متعهد للمساعدات الإنسانية في اليمن هدد بإيقاف نشاطه في اليمن بسبب ممارسات الحوثي، برأيك ما مخاطر إيقاف هذا البرنامج؟ نعم، البرنامج الغذاء العالمي الأصل أن يكون في بيان هذه أن يهدد بفضح من يقوم ببيع هذه المساعدات، أن يضغط من عبر الأمم المتحدة، عبر مبعوثها في اليمن، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، عبر الحكومة الشرعية، لكن أن يقوم بتهديد الجائعين الذين ربما إذا وصلتهم تصل إلى 10% أو 20% ممن تقوم الميليشيا بالتوزيع لهم، الباقي يذهب إلى جيوب قيادة في الميليشيا وكذلك في الأمم المتحدة. الخطر كبير جدا على الناس الذين أصبحت حياتهم معتمدة على هذه الأغذية وعلى هذا البرنامج بالتحديد. البرنامج الغذاء العالمي إذا قطع هذا الشيء سيقطع على المستفيد والمتضرر بالأول والأخير، والإنسان اليمني الذي يموت بهذه الحرب كل يوم. عليه أن يوجه المساعدات كذلك إلى المناطق المحررة. في المناطق المحررة وخاصة برنامج الغذاء العالمي والقائمين عليه حسب معرفتي يقومون بالتوزيع العادل، أو يعني لا يوجد هناك أي تعنت أو تعسير لهذا الشيء من قبل القائمين على
أو المندوبين العاملين في المحافظة المحررة عليه أن يكثف من هذه الأغذية لهؤلاء الناس. هناك ناس نازحين، هناك أسر تضررت في مناطق سيطرة الحوثيين وهاجرت أو نزحت إلى مناطق سيطرة الشرعية ولا يوجد لها أي دخل أو شيء تقتات عليه، عليه أن يكثف من هذه الجهود في المناطق المحررة. وكذلك ألا يوقف هذا، إذا وقف برنامج الغذاء العام في اليمن فستكون هناك كارثة، وخاصة وأنه يتدخل في بعض الملفات الصحية. نعم، إذن عاد إلينا الأستاذ همدان. أعود إليك خليل همدان العلي، الصحفي المتخصص في الشؤون المجتمعية. أهلا بك، أنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. إذن أستاذ همدان، كيف تابعت التقارير الأخيرة للمنظمات الدولية وكذلك تقرير CNN بالأمس حول نهب الحوثيين للمواد الغذائية؟ نعم أختي العزيزة، هذه التقارير تأخرت كثيرا، وكان لابد من أن تظهر هذه التقارير منذ بداية الحرب حماية لأموال اليمنيين وحرصا على إيصال هذه المساعدات للجياع. ولكن بعد مرور أكثر من 4 سنوات تصدر مثل هذه التقارير، رغم علم المنظمات وإدراكها التام بأن جزء كبير من هذه أو أغلب هذه المساعدات لا تذهب إلى الجياع، فهذه جريمة يجب أن تحاسب عليها هذه المنظمات. ما هو تفسيرك لهذا السكوت أستاذ همدان؟ هناك أسباب كثيرة سبق وتحدثنا عنها، إما أن تكون سياسية أو أسباب متعلقة بحرص العاملين في هذه المنظمات على وظائفهم، أو ضغط الميليشيات الحوثية وإرهابها الذي تمارسه على العاملين في هذه المنظمات. وهناك أيضا سبب متعلق بحرص هذه المنظمات على ما يمكن إيصاله للجياع والمحتاجين في اليمن، لأن هناك مشكلة حقيقية ويجب دراستها وإيجاد لها حلول فيما إذا طبقت هذه المنظمات تهديداتها وتوقفت عن تنفيذ أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين. وهذه الإشكالية هو كيف سيعيش كثير أو كيف ستعيش كثير من الأسر فيما الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين إذا ما توقفت هذه المساعدات. وهذا كان أحد أسباب عدم إقدام هذه المنظمات على مثل هذه الخطوات أو نشر هذه التفاصيل، لكن هو سبب من الأسباب وليس كلها. هناك أسباب متعلقة بحرص هذه المنظمات على الإبقاء على أعمالهم ومصادر رزقهم أيضا وتدفق التمويلات، لأنه في حال صدرت مثل هذه التقارير منذ وقت مبكر فهذا يعني أن الدول المانحة ستشك في جدوى إرسال أو تقديم أموالها كمساعدات لليمنيين. كما قلنا هناك أسباب كثيرة، لكن جزء منها دوافعه أنانية للأسف. وأعتقد بأن المنظمات الدولية العاملة في اليمن يجب أن تحاسب على هذا الأمر، لأنه للأسف أضرت باليمنيين بشكل كبير جدا، وخلال هذه الفترة مورست كثير من عمليات الفساد التي يجب أن تخضع للتحقيق وأن تتخذ بشأنها قرارات حاسمة لرد مثل هذه الممارسات. نعم أستاذ همدان، برأيك إذن ما الأثار المترتبة على صدور هذه التقارير؟ شخصيا أخطر، أستطيع أن أقول أن أخطر ما يجب أن نتنبه له في هذه المرحلة هو كيف في حال أن توقفت قررت المنظمات فعلا بأن توقف أعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين، يجب أن يتم الإجابة على السؤال كيف سيتم إيصال هذه المساعدات لمن يحتاجها. هناك أسر حقيقة تعتمد بشكل أساسي على هذه المساعدات شهريا، هذه حقيقة لا يمكن أن ننكرها، وتقوم هذه المنظمات بإيصال هذه المساعدات. صحيح هناك فساد وهناك سرقة بشكل كبير جدا، لكن هذا لا ينفي حقيقة بأن هناك أسر بأعداد هائلة تستفيد من هذه المساعدات، وإذا توقفت هذه المساعدات سيموتون من الجوع. وبالتالي يجب أن يتم إيجاد حلول لهذه الإشكالية
إذا تم فعلا تطبيق تهديدات هذه المنظمات أو منظمة الغذاء العالمي تحديدا. وأعتقد أنه هذه الإشكالية يمكن حلها بشكل سلس ومناسب من خلال التعاون مع الحكومة الشرعية وتنفيذ خطط معينة، سواء بتسليم الرواتب، سواء بإيصال المساعدات عن طريق الحكومة الشرعية. يعني هناك آليات يمكن الاعتماد عليها لإيصال هذه المساعدات بعيدا عن سلطة أو سطوة الحوثيين وممارساتهم. نعم، لكن أيضا هناك الإشكالية الأخرى ستواجه الحكومة بأنها لا تستطيع إيصال تلك المساعدات لمعظم من يسكنون هذه المناطق، وهي مناطق سيطرة الحوثيين. تعرف أنها المناطق التي سيطر عليها الحوثيين هي الأكثر يعني مساحة سكنية، نعم، كثافة سكانية هناك. نعم نعم، لكن بالإمكان تحويل هذه المساعدات إلى مرتبات وإلى مبالغ يتم صرفها عن طريق البنوك وعن طريق يعني مؤسسات الصرافة، وهذا سيخفف العباء إذا تم تسليم مرتبات المنظمة. نعم، حتى على مستوى المرتبات أستاذ همدان، يعني ربما أنت متابع لما حدث، يعني $50 التي صرفت للمعلمين كيف تم التلاعب بها؟ لم يستلم أغلبهم إلا 10,000 ريال، يعني تم حسابها بصرف لا أدري عام كم. يعني حتى أن المنظمة تقول بأنها ستسلم حسب الدوام، يعني وكأنها تعتمد دوام الحوثيين الذين أقصوا العديد من المعلمين واستبدلوهم بمعلمين من سلالتهم. نعم نعم، هذا حدث، لكن ما هو السبب؟ لأن المنظمات لم تتعامل مع الحكومة الشرعية، وتم يعني اخذت هذه المنظمات المنح من الدول المانحه اللي هي السعوديه والامارات، وقامت بنفسها بايصالها لمن الى 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 المدرسين، ولم تتدخل الحكومه الشرعيه في هذا الاطار. ونحن نقول هنا انه هذه المشكلات بامكان المنظمات ان تحلها من خلال يعني إشراك الحكومة الشرعية بشكل مباشر وفعلي على عملية التوزيع، لتكون أداة للمراقبة، وأيضا ليطمئن الناس بأن أموالهم وحقوقهم تمر بآلية شفافة، وأن هناك من يمثلهم ويساعد أو يسهم في إيصال هذه المبالغ لهم. بالتالي هناك إجراءات بالإمكان العمل عليها، ويعني حل كثير من الإشكاليات في هذا الإطار، وهو التعامل مع الحكومة الشرعية باعتبارها حكومة معترف بها من يعني العالم ومن الأمم المتحدة التي تتبعها هذه المنظمات. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ همدان، سأعود إليك. ما رأيك أستاذ خليل بما طرحه الأستاذ همدان بأن ربما أحد الحلول لتفادي كل هذا يعني التلاعب بهذه المساعدات أن تتعامل المنظمات رأسا مع الحكومة الشرعية؟ نعم، ما طرحه الأستاذ همدان العلي هو حل ربما نسبي إلى درجة كبيرة، ما دام أن هناك تلاعب من قبل هذه المنظمات وكذلك تلاعب من قبل الميليشيا الحوثية. وإذا انقطع هذا الشيء عن المواطن البسيط سيموت من الجوع من تصل إليه هذه المساعدات. لابد أن يكون هناك تعامل أو تعاون مع الحكومة الشرعية وتحويل هذه إلى مبالغ مالية كما ذكر الأستاذ همدان، وهو رأي صائب جدا، أن يتم تحويل هذه إلى مبالغ مالية عبر أن يكون هناك رصد ميداني لكل هؤلاء المحتاجين، لكل هذه القوائم المستفيدين، ورفعها إلى هذه المنظمات، ومن ثم التوزيع العادل لهؤلاء المحتاجين، وحتى لا يكون هناك تلاعب من قبل الميليشيا الحوثية وبيع لهذه المساعدات. وإذا حصل قطع لهذه المساعدات ستتضرر أسر كثيرة وستموت من الجوع، وستحدث مجاعة إلى جانب المجاعة الحاصلة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية. لابد أن يكون هناك تعاون من قبل هذه المنظمات مع الحكومة الشرعية، وعلى الحكومة الشرعية أن تضغط وأن تتابع هذا الملف بجد، وأن تشكل لجنة لهذا الشيء، حتى لا تتلاعب هذه المنظمات ولا حتى لا تتلاعب الميليشيا الحوثية. لابد أن يكون هناك ضغط من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وكذلك اللجنة العليا للإغاثة ووزارة الإدارة المحلية، حتى يعرفون ما الذي يحدث وكيف يمكن أن يكون هناك طرق بديلة لأن تصل هذه المساعدات إلى المحتاجين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك خليل المليكي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية.
من مأرب. بعودة إليك أستاذ همدان. أستاذ همدان، يعني ما أهمية الضغط الشعبي في كشف الفساد والنهب الذي يفترض أن يصل للمحتاجين والمتضررين من الحرب؟ بالتأكيد هناك آليات مختلفة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في دول العالم، ومن هذه الآليات هو ما يسمى بالرقابة المجتمعية أو المساءلة المجتمعية، وهذا منهج متبع في كثير من دول العالم المتقدمة، فما بالك في مثل هذا الوضع ونحن نعيش حربا مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات. بسببها توقفت أو تعطلت منظومة مكافحة الفساد في البلاد، سواء كانت القضاء أو هيئة مكافحة الفساد أو نيابة الأموال العامة وبقية المؤسسات. بقي لدينا اليوم أمرين، اللي هي وسائل الإعلام لأنها جزء من منظومة مكافحة الفساد، وأيضا المنظمات المجتمع المدني، وهذا يعني ما يسمى بالرقابة المجتمعية. صحيح أن هذه الآلية للأسف تتأثر بالتجاذبات السياسية، وكثيرا من يعني الطرح الذي نراه بين في مواقع التواصل ولا حتى كمنظمات محلية يعني يتأثر بشكل مباشر بالخلافات والتجاذبات السياسية بين المكونات الوطنية، لكن في النهاية هناك حراك مجتمعي إيجابي جدا حدث في الآونة الأخيرة، ممثلا بحملة وين الفلوس، كان له تأثير كبير جدا وتأثير تنويري بدرجة أساسية، وهو مهم لأنه كما قلنا منذ بداية الحرب نحن كيمنيين بحاجة أو يعني من حقنا أن نعرف أين ذهب كل دولار تم الحصول عليه من الدول المانحة كمساعدات لليمنيين، وهذا الدور الرقابة الشعبية دور مهم جدا يعني لحد من ممارسات الفساد، سواء كانت ممارسات حكومية أو ممارسات من المنظمات، سواء كانت منظمات محلية أو دولية، وأيضا يعني وهذا الأمر يعني من شأنه أن يساعد في تحقيق جدوى من هذه المساعدات ووصولها إلى من يستحقها. في حقيقة الأمر نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين جدا في عملية يعني وصف هذا الفساد، وإن كان هناك أخطاء ويعني وعدم يعني دقة في تناول ممارسات الفساد من قبل الحراك المجتمعي، لكن في النهاية هناك فساد ومن حق الناس أن يصرخوا ويطالبوا بتصحيح هذا الفساد ومحاكمة ومساءلة المتسببين. والأمر الآخر يجب أن نتنبه للفساد السياسي، الفساد السياسي الذي يرافق عملية يعني عملية توزيع المساعدات. نعم، سأعود لهذه النقطة أستاذ همدان حتى لا نشتت الموضوع. كنت ذكرت حملة وين الفلوس، وسينضم معنا أحد الناشطين في هذه الحملة أو مؤسسيها الأستاذ عبد الواحد العوبلي، وهو ناشط في مجال مكافحة الفساد عبر سكايب. مساء الخير أستاذ عبد الواحد. مساء الخير أستاذ آسيا، أهلا بك. إذن تقرير لسي أن أن يكشف سرقة الحوثيين للمواد الغذائية والإغاثية المخصصة للمحتاجين، وأيضا بيعها ودعم جبهاتهم بها. برأيك ما مدى تأثير مثل هذا التقرير؟ مبدئيا التقرير في هذا الوقت تحديدا كان نتيجة، أتصور أنه كان نتيجة الحملة الشعبية التي قامت والممثلة بحملة وين الفلوس، والتي شكلت ضغط كبير على المنظمات المحلية والدولية العاملة في اليمن وعلى المانحين الذين لم يكونوا أصلا راضيين عن أداء المنظمات العاملة في اليمن. فعلى سبيل المثال السفير السعودي قبل فترة أعلنها صراحة أن المنظمات الأممية لم تستطع أن تستوعب إلا ما يساوي 40% فقط من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن، وهذه نسبة تعتبر قليلة جدا أمام الحاجة والحاجة الملحة للمواطنين داخل اليمن. وبالتالي هذه الحملة أو هذا الضغط الشعبي كان لها أثر واضح على ظهور مثل هذه التقارير في هذا الوقت تحديدا، ومحاولة المنظمات الأممية تحميل
كل المسؤولية على ميليشيا الحوثي، رغم زي ما ذكر الزملاء ضيوفك الكرام، زي ما ذكروا أنه طوال 4 سنوات والعلاقة مثل السم على العسل بين المنظمات الأممية وسلطة الحوثي. لماذا في هذا الوقت تحديدا اكتشفت فجأة منظمة الغذاء العالمي أن الحوثيين هم من يسيطرون على توزيع أو يعرقلون توزيع العمليات، توزيع المواد الإغاثية؟ نعم. وماذا عن بقية منظمات الأمم المتحدة؟ نتكلم على 9 منظمات تقريبا عاملة في اليمن، استلموا منذ بداية الحرب ما يزيد عن 6 مليار دولار، بخلاف بقية المبالغ المتمثلة في 23 أو 25 مليار دولار التي وصلت لليمن. فهذا بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي. ماذا عن بقية منظمات الأمم المتحدة؟ وماذا عن بقية المنظمات العاملة في اليمن؟ ولماذا لم يتحدث إلا الآن؟ نعم، يعني أستاذ عبد الواحد، ربما نحن نتحدث منذ فترة بأنه يجب رفع أن تكون هناك يعني شفافية في العمل الإنساني حتى يتم التحقق من هدفها الأصلي، ولكن كانت هذه المنظمات تتغافل. يعني ربما أكثر من مرة يتحدثون أنهم لم يستطيعوا إيصال المساعدات لمستحقيها بسبب الحوثيين، ونطالبهم بالظهور معنا، ويقولون لا نستطيع، نحن لسنا مخولين بتحميل أي طرف المسؤولية حتى نستطيع الاستمرار بعملنا. الآن بدأوا يتحدثوا، والآن ظهروا يتحدثوا عن هذه العراقيل التي قامت بها ميليشيا الحوثي أو سرقتها لهذه المعونات. برأيك لماذا؟ لماذا تأخروا حتى الآن؟ ذكرت سابقا أن التأخير له علاقة بالضغط الشعبي الذي حصل مؤخرا، وحالة عدم الرضا التي كانت موجودة أصلا لدى المانحين، لأنه ضمن الحراك الذي حصل مع حملة وين الفلوس، ناشطين من الحملة تواصلوا وقابلوا مسؤولين كبار في مؤسسات مانحة وفي دول مانحة، وتحدثوا معهم عن الوضع في اليمن وعن المشاكل وعن سوء الاستخدام، وأن على المنظمات العاملة في اليمن أن تحسن من مستوى أدائها عبر نشر تقاريرها المالية والفنية المدققة، نعم. لكي يتضح للمانحين وللرأي العام ماذا يتم وماذا يحدث وكيف يتم التصرف في هذه الأموال. ولذلك هذا الإعلان الذي قامت به منظمة الغذاء العالمية لا يكفي لتبرير تقصيرهم في أداء مهامهم لتوصيل مساعدة المانحين. يجب أن يظهروا بتقارير مالية وفنية تفصيلية، ويذكروا فيها من المسؤول عن الخلل الحاصل، وبإمكانهم يذكرون هذا المبلغ أو هذه الكمية أو هذا المقدار تم الاستيلاء عليه من قبل الحوثيين أو غيرهم. فلا مفر أو لا لحق إلا بتعزيز الشفافية والعمل بشكل متوازي مع حكومتها الحالية وتفعيل أدواتها على الأرض. بخلاف ذلك يجب زي ما ذكر الزملاء الكرام التهديد التي أصدرته منظمة الغذاء العالمية، والذي يعتبر نوع من أنواع الابتزاز، أنهم سيغادروا اليمن تماما هذا اليمنيين في مشكلة قام بها الحوثيين على افتراض القبول بهذه النظرية. لماذا لا ينتقلوا للعمل في المناطق الشرعية؟ وهناك الكثير من النازحين والمحتاجين، وبالإمكان تغيير الآليات التي يعملون بها عبر تحويل مبالغ نقديا إلى حسابات المستفيدين بشكل مباشر بالتعاون مع الحكومة الشرعية. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد الواحد العودة إلى الأستاذ همدان. أستاذ همدان، يعني كنت تتحدث عن مسألة الفساد السياسي الذي يرافق هذا الفساد في مجال الإغاثة، تفضل. نعم أختي العزيزة، في بيان
منظمة الغذاء العالمي يستخدموا مصطلح بعض القيادات الحوثية. وهذا التبعيض يعني، وهذا المصطلح، استخدام هذه المصطلحات ليست بريئة ولم تأتي من فراغ، وإنما جاءت بهدف التخفيف عن تخفيف الاتهام الموجه للحوثيين، وهذا عمل سياسي بدرجة أساسية، لأن منظمة الغذاء العالمي تعرف جيدا بأن جماعة الحوثي تمارس العمل أو الفساد أو عملية نهب المساعدات وتوجيهها لصالح العمليات الحربية من خلال أدوات ممنهجة وعمل ممنهج. يعني أنشأت هيئات لتنظيم عملية نهب المساعدات، أنشأت مؤسسات ومنظمات بشكل واسع في خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتبييض عملية نهب المساعدات، و يعني لجعلها بطريقة قانونية، وهذا أمام مرأة ومسمع المنظمات الدولية، ولكنها مع ذلك تستخدم مصطلح بعض القيادات الحوثية. بعدين أيضا مصطلح يعيقون، وليس حتى يعني ينهبون أو يسرقون، أو هذه المصطلحات يتم اختيارها بدقة بتأثير من الحوثيين الموجودين يعني، أو الأيادي الحوثية الموجودة داخل مكاتب المنظمات في صنعاء، وهم موجودين بكثرة، والهدف من ذلك أنه يصورون المسألة على أنها مجرد شخصيات حوثية مارست الفساد في ونهب المساعدات، وبالإمكان في أي لحظة يتم الاستغناء عنهم أو محاسبتهم، ويبقى ويتم تبرئة هذه الجماعة، وهذا عمل سياسي غير مقبول. أنا أعطيك مثال بسيط على عملية الاستغلال السياسي والحربي حتى للمساعدات. يعني منظمة الصحة العالمية من المنظمات التي تقدم مساعدات بشكل مهول جدا، يعني كل ما تحتاجه المستشفيات الحكومية وكثير من المستشفيات، يعني المراكز الصحية الصغيرة في المناطق والمحافظات الخاصة على شطرة الحوثيين تأخذ يعني دعمها من منظمة الصحة العالمية، لكن لا تستطيع هذه المنظمة أن تفرض رقابتها على دواء واحد أو حبة اسبرين هل وصلت للناس أم لا، لا تستطيع أن تفرض رقابتها على الإطلاق، بالتالي جزء أو أغلب هذه المساعدات تذهب لجيوب الحوثيين وللعمليات العسكرية، يتم صرف سيارات إسعاف لتذهب مباشرة إلى الحديدة للعمليات العسكرية، وهذا أمر معروف لدى وزارة الصحة، ويتم أمامها بيدها وتساهم بشكل مباشر في هذا الأمر، ولكنها لا تتحدث. وبالتالي يعني عندما تتحول منظمة محترمة مثل منظمة الصحة العالمية على يعني إلى أداة لزيادة أو لخدمة الحوثيين في عملياتهم الحربية، هذه جريمة لا تغتفر، وهذا عمل سياسي وعسكري مرفوض، يجب أن ترفضه الحكومة ويجب أن يرفضه المجتمع اليمني. أختي العزيزة، عندما اشتد الخناق على جماعة الحوثي في الحديدة، كثفت جماعة الحوثي اتصالاتها بمنظمة الصحة العالمية يعني لتقديم كثير من المساعدات، ليس لتغطية احتياجات المدنيين والجرحى، وإنما ليتم الدفع بها إلى الجبهات وخدمة المقاتلين الذين يتبعون جماعة الحوثي. أليس هناك خلل أكبر من هذا؟ هذه فضيحة، واستمرار منظمة الصحة العالمية وممارسة مثل هذه الأعمال أمر مخجل جدا، ولا ندري ما هو السبب الذي يجعل هذه المنظمات المحترمة تعرض اسمها الكبير ومكانتها العالية يعني في المجتمع الدولي لمثل هذا الأمر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك همدان العلي، الصحفي المتخصص في الشؤون المجتمعية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وعودة إليك أستاذ عبد الواحد. أستاذ عبد الواحد، يعني برأيك لماذا ترفض المنظمات الدولية العاملة في اليمن نشر تقاريرها المالية والفنية رغم الحملات المستمرة، وأنتم تواصلتم مع الكثير من هذه المنظمات ولكن للأسف لم يستجب أحد لكم؟ من الواضح أن هناك ما يخبئه طالما هم رافضين ينشروا التقارير المالية التي تلتزم نفس فروع هذه المنظمات، تلتزم كل فروعها في كل دول العالم بنشر تقاريرها المالية ضمن إجراءات وضمن الممارسات البسيطة والأساسية للشفافية والمستعلة. فالموضوع زي ما ذكروا الزملاء، هناك ما يخبئوه وما ليست لديهم الشجاعة الكافية، أو أن هناك أغراض سياسية
أو تورط أو تماهي بين هذه المنظمات وميليشيا الحوثي للتغطية على فساد قائم أو على التجاوزات. نعم، إذا لو تحدثنا عن مصاريف التشغيل لهذه المنظمات أستاذ عبد الواحد، كم تأخذ من حجم المساعدات المقدمة لهؤلاء الجائعين؟ أحد التقارير التي نشرتها الأوتشا مؤخرا أن عدد المنظمات في اليمن قفز من تقريبا 100 منظمة إلى أكثر من 250 منظمة حاليا، فهذا الكم من التفريخ للمنظمات ظاهرة أنا أعتبرها غير صحية نهائيا، لأن كل منظمة من هذه المنظمات ستحتاج مصاريف تشغيلية ومصاريف إدارية، وبالتالي ستخفض من مقدار المساعدة أو المبالغ التي ستصل للمستفيد النهائي والمستهدف من المنح القادمة إلى اليمن. وبالتالي المنظمات الأممية والمنظمات التي تقوم بها بتفريغ هذه المنظمات الصغيرة هي من تتحمل المسؤولية، بالإضافة إلى غياب دور الحكومة الشرعية التي غيبت دور المؤسسات الرسمية التي كانت تشرف على هذا النوع من الأعمال. يعني لم يعد هناك أي دور مثلا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للإشراف على المنظمات الأممية والأجنبية العاملة في اليمن، تم تغييب دور هذه الوزارة بشكل كامل، بالإضافة إلى دور وزارة الخدمة الاجتماعية والعمل بإشرافها على المنظمات والتصاريح المحلية. ومتابعة مدى عملها. نعم، نعم. إذن نعم، تم تفريق، تم إنشاء كيانات جديدة مثل الهيئة العليا للإغاثة التي أثبتت فشل تام طوال الفترة السابقة، وهناك جهة أخرى تسمى تقريبا صندوق أو جهاز استيعاب المنح. كل هذه جهات نعم، تصرف إذا كانت هذه الجهات الحكومية أيضا أثبتت تشغيل. فشلها أستاذ عبد الواحد، فعلى أي أساس نقول لهذه المنظمات أن تتعامل مع الحكومة الشرعية؟ يعني هناك فشل ذريع في الجانب الحكومي أيضا، وحتى على مستوى الضغط لم تتمكن الحكومة الشرعية من الضغط على هذه المنظمات بفتح مكاتبها في المناطق المحررة. يجب أن تقوم الحكومة الشرعية بعملها وتضغط بشكل أكبر، لأنه حاليا لا يحصل أي ضغط، وهناك دور المتفرج تقوم به الحكومة اليمينية أمام تعملها المنظمات الدولية العاملة في اليمن، بخلاف أن هناك دور آخر للمانحين. يعني أتصور سيكون من الأفضل على المانحين أن يأتوا بمنظماتهم والاشتراف على عمليات الإغاثة وتوزيع المساعدات بأنفسهم، بدلا من الاعتماد على منظمات تستهلك الجزء الأكبر من هذه المساعدات في مصاريف تشغيل وبالتورط في تغذية الميليشيا وتأمينها إذا صح التعبير. فلا لا لا مناص من تفعيل دور الحكومة وتفعيل الجهات الرقابية في الحكومة مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. نعم، هذه الأجهزة وهذه الوزارات لديها من الكفاءات ولديها من الكوادر، من هم مؤهلين وقادرين ومتعودين على إدارة هذه الملفات، فلماذا تم تفريغ أو إنشاء كيانات جديدة؟ هذا نعم، بالإضافة إلى يجب أن يتم تقليل عدد المنظمات العاملة في اليمن. فما يحصل الآن أنه المنظمة تقوم بإيكال الأعمال إلى منظمات فرعية أخرى بدلا من أن تقوم هي بالعمل، يعني بدلا من أن تقوم بتوظيف أو تعاقد مع موظفين في كل مناطق اليمن وتقوم بالإشراف والمتابعة والتأكد من التنفيذ والتأكد من الأثر على الميدان، تقوم بالاعتماد على منظمات أخرى وتترك على عواهنها دون أي رقابة ودون أي تقييم في بشكل أو آخر فقط لإخلاء المسؤولية. نعم، إذا شكرا جزيلا. نعم، تفضل. فلذلك يجب أن الحكومة اليمنية يجب أن تعمل على
التواصل مع الحكومة، مع المنظمات الأجنبية لنقل عملياتها إلى مناطق الشرعية، أو على الأقل جزء من عملياتها إلى مناطق الشرعية، بالإضافة إلى توريد كل مبالغ المنح إلى الحساب، إلى البنك البنك المركزي. نعم المركزي اليمني. نعم، نعم لخلق دعم إضافي أو دعم حقيقي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ويتم الصرف بالريال اليمني. لا يجب أن تقف الحكومة موقف المتفرج على كل هذا العبث والفساد الحاصل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الواحد العوبل، الناشط في مجال مكافحة الفساد، كنت معنا عبر السكايب، كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.